يقول: ما حكم الذهاب إلى الكهان؟ هل هو من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ ما يجوز الذهاب إلى الكهان. من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الكاهن يدعي علم الغيب، وأنت تروح لمه صدقه على ما يقول، صدقه بما يقول، إن صدقت أنه يعلم الغيب تكون كافرا مثله. نعم.